منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ولا يزال أهالي قطاع غزة ينزحون من مكان لآخر بحثا عن مأوى لهم يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن القصف الإسرائيلي. هذا ويعيش المتضررون في مدارس القطاع بين شح الماء والطعام وانعدام الرعاية الصحية، لتكتمل المأساة بالحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على شمال القطاع. طلعنا من معسكر جبالي على منطقة غرب غزة وما فيش مكان آمن، وطلعنا تحت القصف والمكان يعني غير لائق للسكن، وهناك فيش أي مساعدات موجودة، ولا في أكل ولا في أي شرب ولا في أي طعام ولا أي ماء، والوضع صعب جدا مأساوي. الناس ذابت، الناس ماتت من الجوع، لا أكل لا ماء ولا شراب، سيارة المية إلا من الصبح من امبارح بالليل لما تم تنسيق عشان نجيب سيارة مية للناس، لحتى الآن الناس بدون أكل بدون شرب بدون صرف صحي بدون أي مقومات للحياة، يعني الوضع سيء سيء للغاية. معناش ولا إشي، ما نايمين على الأرض الليل طول الليل نايمين على الأرض، والبنت صغيرة أقسم بالله عمرها شهر ما أخذنا لها ولا حاجة ولا علبة حليب ولا إشي، وهي طول اليوم مرمية على الأرض، فيش إشي نقعد عليه. شوف فيش عبينا، صور لهم فيش إحنا معبين بكاسات. اجت المي مفلتره، معناش حاجه نعبي فيها مي مفلتره، قاعدين ولا عارفين نغسل ولا عارفين نشرب ولا عارفين حاجه. كل يوم هوب يا اخشوا اليهود بدنا ننزح، كل يوم واحنا بدنا ننزح، والله زهقنا.